نحكي في قصور البرنامج الديجيتال ديجيتال شو 360 اللي يحكي على حقنا فيه الى المعلومه وعلى حريه التعبير. برنامج مش كيما الاخرين، ديجا مش كيما الاخرين خاطر كل ايبيزود، وهذا الايبيزود الرابع معايا مهدي غزاي. سالي مهدي. عسلمة كريم. عسلمة كريم. هذه الحلقة الرابعة من قصور. انا فرحان برشا برشا اليوم، نرحب بضيوفنا. ضيوفنا اليوم جاونا من قفصة FM وجريد FM. مرحبا بك ودي، مرحبا بك سلام. مرحبا. مرحبا كريم. مرحبا مهدي وسلام والكل الناس اللي تابع فينا. مرحبا بكم الناس كل الناس اللي تسمع فينا. ودي في 30 ثانية قدمنا كبسة FM. الكرونومتر يدور. اوكي، كبسة FM قبل كل شيء هي منبثقة على إذاعة بلوتو على رد على أسوسياسيون كبسة أوريزون لاسياش، موجودة في قفصة، توجدت تحديدا لتعزيز المشهد الإعلامي والتأطير الشباب باش ينجموا يدخلوا شوية بشوية المجال، خليني نقول يشدهم برشا واللي هو الإعلام وخاصة منه الإعلام الجمعياتي، نأطروهم نوفروهم المجال اللي هو راديو كبسة FM باش يوروا المواهب اللي عندهم في التقديم، في الإعداد، في تقديم البرامج، وحتى في المونتاج والتصوير وكل ما له علاقة بالإعلام الجمعياتي. بيقعدوا معنا حتى كش لآخر الإميسيون، خلاص باش نرجعوا الكبسة FM في آخر الإميسيون. كان أنتم تحبوا تدخلوا في راديو هذي وكل شيء تهودات فصلكم كيف؟ سلام. إحنا مش منعرفوش روحنا بعضنا من البارحة، عنا مدة. الله يبر. هاي قدم قدمنا روح. مدير إذاعة جريد FM ورئيس جمعية التوصيل الإعلامي لجريد، أسس في 2011. كانت الفكرة المرة الأولى هي مجموعة من الشباب حاولوا يكونوا عندهم وسيلة أو مكمل المشهد الإعلامي في توزيع التحديد بجريد الكل، وينقلوا مشاغل المواطنين ويكون عندهم حس في نشر الوعي وثقافة حقوق الإنسان. تمام. هديك كيفاش تعدى البريود نتاع الحجر الصحي؟ كيفاش تعديت في قفصة؟ تعديت لك أنت، كيفاش كنت تعدي نهارك؟ كان انت عشت والغادي حاجات مربوطين هكا بحق نفذ المعلومه وحريه التعبير. تعرف ديما في البريود نتاع الازمات ديما فما تضييق استثنائي على الحريات. اوكي، شوف، هو انا بصراحه حاولت نعمل كيف الناس الكل، يعني اني نشد الدار وما نخرجش وعملتهم الكل، يعني فهمتك الفازات الكل. مي تعرف انت الاعلاميين ولا الصحفيين اون جينيرال ما نجموش، يعني عندك الدوده نتاع انه ما نركحوش 5 جورك هاو في الدار وخرجنا للشارع. رجعت كالعادة وبعد كنت الخدمة بالتليفون، معناها خذنا ديزاكس معينين نخدم عليهم باتصال، معناها مع الجهات المسؤولة في الجهة ولجنة الأزمات. بعدك هبطت للتران سورتو للأحياء الموبوءة، دخلنا وصورنا وبون فما كان فما برشا ريسك وفما برشا حاجات بيسكو مش كل نهار جينا جايحة وجينا يجينا وباء، مي كمان الحمد لله معناها كانت خدمه اللي هي بالحق معناها لقيت استحسان الناس الكل، خاطر مش نابورت كي يهبط للتيران في الوقت كيف من هكا ويخدم الخدمه هذيك. شكر روحه متعدي فوالا. كيفاش ما خفتوش على روحكم خاطر انتم مشيتوا على التيران؟ معناها ريس باش تعديو اكبر سورتو صحفي، معناها كيما الريبورتور دو غير، معناها اللي يمشي في الحرب في الخط الاول عنده ريسك على حياته. صحيح. وسورتو انا عندي بنوته صغيره معنا عمرها عام، دونك براتيكمون دارنا عاد قالوا لي بيطردوني، معنا قالوا لي ما عادش تجينا، مشيت للاحياء الموبوءه ما عادش تدخلينا. مي بالحق كانت فما ضروره، خاطر كان فما برشا، يعني كان فما بزوان كبير انه احنا ندخلوا ونشوفوا ونحكوا مع الناس ونشوفوا الوضعيه نتاعهم من داخل، وسورتو باش نتفادوا اكل الاشاعات والانتوكس والحاجات هذوكم. دونك صحيح كان فما برشا ريسك، وسورتو المره الثانيه اللي مشيت، خاطر المره الاولى فما شكون معنا وفر لنا اللبسه كامله وما نحكي لكمش، مي المره الثانيه جوست بافيت وكهو معناها وميكرو. انا اكبر اشاعه اللي ضربت في قفصه والله هو شوف احقاقا للحق راهو في قفصة. بون اللجنة الجهوية معناها للكوارث والا حتى الإدارة الجهوية للصحة كانوا ديريكت يعطونا المعلومة معناها اول باول، صدقني معناها حتى يعني دوبة ما تصير لحاجة يكلمونا تفاديا معناها الإشاعات اللي تنتشر بطريقة كبيرة. تصير صارت ساعات اكي يقول مثلا هاو تم تسجيل حالات وهو ما فماش،
فهمتني؟ يزيدوا من عندهم ساعة ساعة. أما فيت في رجعوهم للسكة. يعطيكم الصحة. سليم، كيفاش جو الحجر الصحي في توزر؟ كيفاش تعدى؟ هو بالنسبة لنا كيف عندنا الديسيزيون، معناها اللي احنا خاطر احنا مختار متطوعين وعندنا برشا متقاعدين، الديسيزيون الأولى اللي متقاعدين يكون احنا مع المعاش مرة ثانية، معناها ما كان ما خليناهمش في الجو للإذاعة. في نفس الوقت تفهمنا ايكيب كاملة باش يكون عندنا دور اللي هو دور متناسق مع بعضنا، قمنا بتوفير الوسائل الوقاية للصحفيين والضيوف، كيف كيف نحاولنا نقصوا ماكسيموم من الضيوف كما كانت الارشادات. ومن بعد احنا كنا من النهار الاول، معناها ماهوش حق، كان الواجب بتاعنا ان نخرج، مش الحق اللي نعمل يكون في موقع. كنا على الترام من اول نهار، كانت لحظه بلحظه، كان عندنا زوز اهداف. هو الهدف الاول هو اعطاء المعلومه تكون صحيحه بدون معناها ما نكون فما انتوكس وفما كل اشاعات وفلان وفلتان. وكان عندنا الهدف الثاني واللي هو الاهم، هي التوعيه باش نوعوا الناس انهم يبقوا في الدار، يحترموا الكونفينمون، انه ما يخرجوش. نحاول نعمل لهم تغطيه شنو اللي صاير برا باش ما يتوقعش التاويلات، او فما شكون يسرق، او فما شكون خرج شكون ما خرجش، اللي هي الناس راهي محترمه الكونفينمون باش نشجعهم. كان عندنا بلوزير معناها اكس نخدموا عليها، وانا قلت الاكس الاولاني هو نقل المعلومه ونكونوا نضمنوا الشفافيه وتكون المعلومه متوفره باكثر ما يمكن، والمصداقيه هي الاساس. في الاكس الثاني اللي كما كنت نحكي لك هو التوعيه، رغبه من ان الناس كل تقعد عندها هدف واحد اللي هو نحترموا الكون في المور باش تحاولوا تنصن معناها تتجاوز المرحله. صحيح اللي فما بعض احنا كانت عندنا رول زاد في الشراكات مع العديد من كاذاعه محليه، وهي في الاصل هي جمعيتيه، كان عندنا شراكه مع عديد من التنسيقيات اللي هم المحليه في تنظيم الصفوف، في العمل في التاطير، في حملات تحسيسيه مباشره او غير مباشره، كانت عبر الاذاعه وحتى عبر ملصقات او معلقات كنا حاضرين فيها، كنا حاضرين العديد من الاجتماعات. كان صحيح باسمي الاذاعه كل نشكر كل من ساهم في نشر المعلومه، الحمد لله زاد بالنسبة لنا كانت لنا موجودة برشا الماتير اللي خلت الثقة تاع المواطنين على مستوى محلي يكون عندنا الأولوية، ويكون عندنا الحدث والسبق في نشر المعلومة. لكن ليس ما نفتشوش على نشر المعلومة فقط، إنما نفتشوا على نشر المعلومة يكون فيها المصداقية وفيها تطمئنة المواطنين معناها. يعطيكم الصحة، وهذا يأكد على حاجة اللي الإعلام الجمعياتي والاعلام المواطن عنده دور مهم على الاقل سيرتو في الازمات. فما حاجه ديما نحب نذكرها اللي هي حريه التعبير وحريه الصحافه، مش امتياز الصحفي، راه هو حق المواطن. وساعات كيما في وضعيه اللي عايشينها احنا هذه الاستثنائيه، راه تنجم تكون مصيريه نتاع موت وحياه هكا. عمري ما مش ننسى مش نذكر قداش مهم راه الاعلام الجمعياتي والمواطن. ويعطيكم الف الصحه، خاطر تخدموا الخدمه اللي الاعلام الخاص ما يخدمهاش، على خاطر ديما تقعد مؤسسات اللي الهدف نتاعها في الاعلام الخاص هو في الاخر ربح الفلوس. كما وعدناكم بون ليميسيون باش نعملوا فيها جو سورتو، فما شكون قلنا هو موضوع حريه التعبير وحقنا في المعلومه، هذه معلومات معقده. اما عندنا المسؤول على الجو في الاميسيون هو مهدي غزالي اللي باش يبدا لنا بكويز يحرك شويه الامبيونس. مهدي يعطينا كويز وبرشا بانش في الصوت. ميرسي كريم، يعطيكم الصحه. دونك الكويز هذايا سلام وهدى، باش نعطيكم كويز، نعطيكم سؤالات وفما فيهم ثلاث احتمالات، وباش نعطي النقاط اللي جاوب الاولاني، وانتم زاد تفرجوا فينا تنجموا تشاركوا معنا في الكومنتير، وباش نشوفوا شكون من كابسا اف ام ولا جريد اف ام شربوا الكويز الاولاني. نبداو بالسؤال الاول. انت زاد كريم تنجم تلعب معنا وتربح شويه نقاط. هاي سلم وهدي حاضرين. الكويز هذا توا احنا في شهر جوان، فما فيلم تخرج على بلاتفورم تونسيه تاع افلام تونسيه اسمها اخت الخي. الفيلم هذا اسمه اولاد عمار، اولاد عمار اللي عاشوا السنسره نتاع السنسره اللي كانت على الانترنت والحريه على الانترنت قبل 2011. ويظهر لي كريم ينجم يحكي لنا برشا على اللي هو كان من البلوكر تاع الفتره هذيك وعاشوا الفتره هذيك بالكدا. اخترت باش نشارك مهدي خاطر في الفيلم يبدا بصوتي انا.
دونك فين نكونوا مع الاكتواليتي هذيا، وهو فيلم وثائقي حلو برشا، ونشوف فيه كريم ونشوف فيه سدالينا بن مهني ونشوف فيه برشا دي اكتور نارلو على الانترنت انه دي بلوغور اللي شافوا الثوره اللي صارت. دونك نحكيوا على الحريات على الانترنت. الحريات على الانترنت نحب نسالكم حسب رايكم ترتيب تونس الحريات على الانترنت حسب منظمه فونداسيون انترنت سوسايتي. دونك من جمله 180 بلاد ترتيب تونس من جمله 180 بلاد، ثلاث احتمالات تفرجوا معنا اسمعوا مليح تنجموا تشاركوا معنا. دونك الاحتمال الاول المرتبه الثامنه من جمله 180 ولا المرتبه 33 ولا المرتبه 78؟ جو بونس كو 78. 78 خاطر حسب لي رصيف ولا ما نعرفش. المنظمه اسمها فونداسيون انترنت سوسايتي. دونك من جمله 180 بلاد المرتبه الثامنه المرتبه 33 والمرتبه 78. زوج 78 صفر من النقاط للزوج. تونس في 2015 هي معلومه قديمه شويه ومازالوا ما عملوش رابور اخر ان شاء الله معناتها في سبتمبر 2020 يعملوا رابور جديد. تونس في المرتبه الثامنه. تونس حريه على الانترنت في المرتبه الثامنه في 2015 من جمله 180 بلاد. المعايير اللي تحصوا بها المرتبه هذيا هي السنسره نتاع لو كونتوني على الانترنت والحواجز للاكسي على الانترنت، دونك الحواجز الاقتصاديه، الحواجز الاجتماعيه، والحواجز معناتها القانونيه. دونك تونس في 2015 في المرتبه الثامنه من جمله 180 بلاد الحريات، بيان سور في المرتبه الاولى عربيه وافريقيه ومغاربيه. سي حاجه وان ان حقيقه كنت زاد شقي وانا في اللي كنت نجاوب 78 وداي حاجه بيا. مازالوا زوج سؤالات نجموا تمركيو نقاط. هيا قلت لكم خاطر اللي راديو الكل اخرين كل معانا ثلاثة نقاط. السؤال الثاني، السؤال الثاني قداش من مرتبه ربحنا بين 2014 و 2015؟ معناها في 2014 كنا في مرتبه و 2015 دونك ولينا في المرتبه الثانيه، مي في 2014 كنا في مرتبه اخرى. دونك قداش ربحنا من مرتبه؟ زوج بلايص دونك كنا في المرتبه العاشره ولا في المرتبه الثانيه والا 31 بلاصه والا 53 بلاصه. دونك زوج بلايص 31 ولا 53؟ 31. شو قول سلام؟ سامحني عاود كان تعطي فترة الصوت مقطع شوي. اي سلام، قلت لك قداش من مرتبه ربحت تونس بين 2014 و 2015؟ في حرية على الانترنت زوج بلايص 31 بلاصه ولا 53 بلاصه؟ جو بونس انا باش نبدل 53. باه وانت سلام 31 بلاصه. باه وانت هدى بدلت اي بدلت. باه وانت هدى كي بدلت خسرت النقطه نتاعك باش تمشي سلام على خاطر على خاطر 31 بلاصه. في 2014 كنا في المرتبه 38 وفي 2015 قدمنا المرتبه الثانيه 31 بلاصه. سلام واحد هدى صفر. مازال السؤال الثالث، السؤال الثالث سواء سلام يربح يمارك الثاني سواء نوصلوا ماتش طاوله ونمشوا للكيس اللي من بعد في اخر الميسيون. باهي الوكيله التونسيه للانترنت تعرفها كريم عاد انت اللي هي كانت متهمه بالسنسر على الانترنت عمار 404 عمار 404 اللي هي كانت متهمه بعمار 404 لاتي هي دونك معناها انهي عام قنعت لاتي دونك 12 مارس 1996 والا 12 مارس 1999 والا 12 مارس 2004. انا وعام عملت الوكاله التونسيه للانترنت هذه 96 99 ولا 2004؟ 96 خاطر 2004 هي تعمل بعمايل. هما 96 و99 و2004 فانا نقول 96. 96 انا بحط النقاط للزوز 96 12 مارس 96 مليو 2-1 سلام ربحت الكويز هذايا ودي نجم ترجع في الكويز الجاي. الوكيلة هذيا كانت متهمة هي بعمار 404. انا رجعت عملت استقصاء على الانترنت لقيت الديكلاراسيون تاع ريسبونسابل معناتها كانوا في الثلاثة يقولوا انه النظام السابق كان عنده معناتها عقيد اخرين يخدموا على 404 اور لاتي ما زي ما نعرفوش كان هو صحيح ولا غلط. كريم كان عندك انت فكره مي اون توكا هذا الكل نجم نشوفوه في فيلم مريد عمار اللي نجم نشوفوه في كريم وزيد ينظر من اجل الحقوق على والحريات على الانترنت.
بون هي راهو لاتي اكتشفنا خاطر عملنا بحث وعملنا فيلم في 2011 مع ثامر المكي اسمه ذاكره في خطر على الحكايات هذوما. واللونكيت نتاعنا شنو وصلت؟ وصلت اللي مش فورسيمون في لاتي صايره الحكايه، لي سيرفور نتاع السنسره ما نعرفوهمش الى يومنا هذا، ما نعرفوهمش وين. فما شكون قال لنا يمكن في قصر قرطاج، فما شكون قال يمكن في لاجونس ناسيونال دو لا سيكوريتي انفورماتيك، مي الى يومنا هذا ما نعرفوش وين. لكن شنو نعرفوا اللي لا تي كوميم كانت شركه في السيرفيس هذا مثلا، شفت كي تحط كلمه تونس ولا تونس سياسه، اي موقع اي صفحه في انترنت موجود فيها الكلمه هذه ما تخرجش، تخرج 404 ايرور. دونك الى يومنا هذا راه ما فركناهاش الرومان حتى كش الاخر. وعلاش مهمش نفركوها باش ما تعاودش الحكايه هذه؟ خاطر تعرف باش الحكايه ما تتعاودش لازم نكشفوا شنو اللي صار. لكن الى يومنا هذا مازالت فما حلقه ناقصه. اما احنا نحكيو على الحريه وحريه التعبير، وفي كل ابيزود نطلبوا بالجمعيات اللي شريكه في الاميسيون هذه، خاطر هما كيما نقولوا مش كاري الاميسيون ملكهم، جمعيات باش يعملوا لنا فيديو اللي هي اسمها فريستايل. علاش فريستايل؟ خاطر ما نطلبوا منهم اعملوا اللي تحبوا، اللي تحبوا كيما تحبوا. هدي اي كيفاش تواقل باش نشوفوا الفيديو نتاعك؟ شوف والله انا وقت اللي حكينا على الفريستايل بقيت نخمم ونخمم ونخمم، ريت وقلت ديما احنا نحبوا بلوتو، ولا ديما كي نجبدوا على قفصة ديما كوبي كوبي في التلفز في البرامج ديما بالحق ياسر كوبي، فهمتني؟ وياسر مشاكل وياسر برا. قلت هيا خلينا نعملوا حاجه ديفيرنت المره هذه، خلينا نعطوا هكا شويه بوزيتيف فايبس هكا وانرجي معناها جديده، وان شاء الله ان شاء الله تتعدى لكم هكا الانرجي اللي احنا عملنا شخنا عليها وعملنا جو. بالحق نهار تورناج كان طياره على الاخر، انا واحده من الناس شبعت سيلفيات وما نحكي لكمش، نقول لكم ان شاء الله تعجبكم وخلينا نشوفوا مع بعضنا. اليوم ما كومش باش تشوفوا قفصه الفوسفات، قفصه الاحتجاجات وتسكير الكياسات. اليوم باش نمدح قفصه السمحه، عزوزة الصحراء، جداية التاريخ، أم الخضرة. قفصة جميلة بالبرج والوديان والمسيلة، وجبال بالتاريخ لها صيلة. ومرة أخرى قفصة جميلة. كما قلت هودي، معناتها حاجة أخرى، معناها وجهة أخرى من قفصة شفناها. كنت نجم تحكي لنا فين البلاصة هذيك بالضبط هودي؟ وشاهدنا حتى في الصيف هذايا، معناها في الصيف في وسط تونس، علاش لا تكون قفصة وجهة من وجهات تاع لي فاكونس نتاعنا في الصيف ولا حتى في سبتمبر ولا أكتوبر؟ هذاك هو الهدف مهدي من الفريستايل هذايا، احنا حبينا نوروا الوجه الاخر نتاع قفصة اللي برشا ناس ما تعرفهاش، اللي برشا ناس اثرت عليها الميديا ولا التقارير الاخباريه على التحركات الاحتجاجيه، وهو فوسفات وهو تسكير كياسات وحرقان عجل. نو راهو قفصة فيها برشا حاجات مزيانه وبرشا بلايص، والبلاصه هذيك هي البلاد العربي، هذيك احنا سموها حومه الواد اللي فيها هي الاحواض الرومانيه،
وبالحق معناها توا لي جون قاعدين يعملوا في حاجه طيارة على الاخر باش يعاودوا يرجعوا لي توريست من اول وجديد يجوا القفصه ويكتشفوا البلايص المزيانه اللي فيها. صورنا زادة في وسط البلاد في حديقة الحرية في برشا بلايص من قفصة في الجر متاعنا اللي هو مصنف راهو على مستوى عالمي معناها اللي هو الواحة واحد قفصة بالحق معناها شيء كبير مي الله غالب ما يبانش وما يظهرش في الميديا. دونك قلنا فوالا هاي فرصة خلينا نوري شنو عنا خلينا نجبد شوية هكا سياحة وحتى راهو الاستثمارات وقت لي مستثمر هكا يشوف البلاد ديما وجوههم كشبرة وديما ناس تهدد وكذا يقول لك يا خويا ما حاجتيش بيهم ما نمشي لهمش وما نستثمرش عندهم. يا ودي والله لا احنا راهو بلادنا محلاها ومزينها غير شنو على غالب مظلومين شويه في الميديا ما بانوش برشا برشا ناس ما يعرفوش اللي قفصه من اقدم الحضارات في العالم هي الحضاره القفصيه واكثر من هكا برشا ناس ما يعرفوش اللي اول معلم اثري ديني موجود في قفصة يمكن قفصة هي الغادي وين بدات الانسانيه الجراوند زيرو الانسانيه. سلام سلام شنو التوزر التوزر بو توزر ايفيدامون انا عندي انا وهذا راي اللي هي ازين مدينه في الجمهوريه التونسيه وك الفكرة متاع البريك جون تراديسيونيل هذيك في الفساد فكرة جهنمية اللي هي حاجة تراديسيونيل أما رجعت من بعد والبلدية ذولي فرضتها وعطات الطابع متاع توزر اللي كتحاوز في توزر فريمون حتى كلمة ما تمشي حتى بلاصة جوست ترى العمارات والديار وكل شيء تعمل دي كونيكسيون في مخك. أي يعطينا شوية تشويق للفريستايل باي الفريستايل بتاعنا هو كما كنت تحكي ودا حاولنا نخرج شوي عن المعتاد الصحيح باش نخرج توتر في حكايه السياحه وكذا الحمد لله معناها صحيح اللي فما ظروف تو تاع كورونا وفي مو واحد الكل تمر بلازم تكون الكل مش كان توتر لكن ايفيدامون توتر حبينا نبينوا نوتر كوتي كوتي تاع التراديسيون تاع الملحفه الملحفه اللي هي كان عندها معناها اثر كبير عندها تاريخ وعندها معناها توتي ستوار وراها الملحفة دي حبينا نبينه شوي ونعطوا لمحة وبصمة كيفاش الملحفة دي شنو تاريخها شنو اللي قالوا اللي ما تقالش عليها الكل أي شيء إلا باش نحاولوا كيفاش نعطوها من صورة المرأة عندنا فكرة أخرى اللي دور المرأة على المستوى المحلي اللي دور فعال والمرأة هي أساس المجتمع ما تحرقليش الفيلم تو نتفرج في الفيديو زملائي في الحفلة بالنسبة كريم صحيح قصة مش 10,000 45,000 اللي هي الجديد اللي بانوا اخر مره لكن حبيت نقول لك راهو تو في توزر صافي انا جيت ان اكسبير فما عالم بريطاني عمل 99,000 سنه معناها تونس في توزر معناها يلقوا اثار تاع انسانيه ناس عايشه حضاره من قبل الحضاره العاتيريه اللي هم وجابوا الاكسبير هذا للاسف هو على حسابه وخلص كل شيء معناها تونس ما اهتمتش بهذا الشيء للاسف معناها والتو ماهيش مهتمة بالموقع هذا الموقع هذا عمره 99,000 سنة ما يعطي تونس المرتبة الثالثة عالمية في بداية الإنسانية اللي هو في تحديدا في مدينة نفطة ولكن لم يتم معناها الفالوريزاسيون تقييمه وتثمينه من الدولة ومازال مهمش واللي هو اكتشاف وحدث عالمي اللي يكون جد تونس تعرف كيفاش تبيع الناس ما عندهاش تاريخ شري التاريخ وصنعت بيه تاريخ واحنا عندنا تاريخ لو فيه وما نش مهتمين به سواء في قفصة سواء في حيدرة في القصرين سواء في برشا بلايس اللي عندنا تاريخ ما شاء الله والناس تصرف في التاريخ سلام تو نرجع خاطر الناس قاعدين يهبطوا في الكومنتات وين هالفيديو
magic when I'm with you. And I just got broken, broken into two. Still I call it magic when I'm next to you. كالعادة شو رأيك الفيديو؟ أنا رأيي المنافسة متاع الكويز مازالت متواصلة بين قفصة وتزر وقصص لي دو فيديو معناتها يوريو بالحق حاجة واو. أنا حقيقة تزر مشيت تاع قبل قفصة مثلت، مي نخلي لل معاو أنا تزر مشيت تلعب قبل أما قفصة نو، ومي نخلي سلام يحكي لنا أكثر على تزر للي تشوف فينا وشنو نجم نشوفو غادي كيما في تزر. خلي عاد في الاخر هذيك باش نرجعوا عاد نعملوا كي نعديوا 3 ايام 4 ايام في تونس شنو نعملوا. انا حكيت على الكومبيتيسيون في الفيديو، باش نرجعوا للكومبيتيسيون في الكويز. شنو حضرت لنا مادي في الكويز هذا؟ الكويز هذا كيما في ليزيميسيون الاخرين تاع فوكسور الحلقات الاخرين نحكيوا ان فو ولا انتوكس. عارفوا انتوما في وقت الكورونا صاروا برشا دي فيك نيوز دي انتوكس كيما انت حكيت ودي وكيما حكيت سلام، تعطيو المعلومه موضوعيه وترشعوا الناس وفما تصير عن توكس ترجعوهم. وزيد فما فينومين اخر الحلقه هذه حكينا برشا على الحريات. فينومين اخر في الكورونا هو التضييق على صحفيين العالم كامل، وهذا الحريات الثانيه كيما عمليه الانفو انتوكس. دونك نقول لكم حاجات تقولوا لي انفو ولا انتوكس، والنقطه تمشي اللي يتكلم الاولاني. ثم ثلاثه اسئله وتنجم ترجع تاخذ الريبونس نتاعك، وانتم اللي تفرجوا فينا تنجموا تشاركوا في الكومنتات. دونك انفو ولا انتوكس، خرج قانون في تونس في فتره الحجر الصحي 5 سنين حبس لكل من ينشر خبر غير صحيح. انفو انتوكس انتوكس النقطه اللي تمشي لهوديه خاطر جاوبت قبل هي انتوكس صحيح. لا لا شنو سلام؟ الانترنت وصلت تقبل مش الاجابه تقبل. لا تي لا تي الوكاله التونسيه للانترنت على اساس قفصه اقرب يعني منتظر. لا لسه سلام مازالوا زوج سؤالات اخرين تنجم توصل تقبل الكلمه. اما راهو الخبر هذا صحيح في بلاد اوروبي اللي هو هنغاريا هنغري. الأمريكي خرجت قانون في الحجر الصحي 5 سنين حبس لأي جورناليست يغلط ويقول أي خبر صحيح وإلا ماهوش فيريفيي. والأمريكي راهي زي ما نعرفوا هي راهي كلاسي ترتيبها 89 في حسب منظمة مراسلون بلا حدود حرية الصحافة. دونك الأمريكي من برشا بلدان أخرين ضيقوا على الصحفيين برشا ووخروا برشا في الترتيب ووخروا ولاو وراء تونس هي في المرتبة 72. الهنغري ولدت المرتبة 89 هو بلد أوروبي وداخل الاتحاد الأوروبي. السؤال الثاني دونك توا سلام تنجم ترجع في الكورسة حاول توصل قبل معناتها تجاوب قبل برشا تجاوب قبل معقولات. أنفو أنتوكس الصين قلت في عدد الإصابات. شنو؟ أنفو أنتوكس الصين بلد الصين قلل في عدد الإصابات وعدد الموتى اللي هما 3000. الصين دونك قلوا في العدد هذايا هل هي انفو ولا انتوكس؟ معناها ما عطاوش العدد الحقيقي عطاوا عدد اقل برشا من الحقيقه. انتوكس انفو ولا انتوكس؟ قلوا انتوكس انتوكس هو هي انفو بكل حذر انفو دونك مش معناتها نقطه حتى حد مي نفقها بحذر على خاطر المصدر هو راديو ايجيا اللي هي منظمه وعندها راديو اللي تتلعب تعمل بالصحافه الاستقصائيه في اسيا. لقوا تقرير طاحوا على تقرير عملوا انكيت دونك صحافه استقصائيه لقوا تقرير اللي فما 46800 موتى بالكورونا. وكيفاش عرفوها؟ في التشين كي يموت بالكورونا يحرقوه يحطوه في بوكال تسمى اورن ويوزعوه للعائلات يعطيوه للعائلات. تقريبا اللي فما 46800 عائله باش ياخذوا الاورن نتاعهم عند العباد.
هذه معناتها الحكومة بيان سور الصينية تحذر وقالت هذاك عدد الوفيات الكامل معناتها مش جست بالكورونا، ولكن التقرير انتشر عند المنظمة المالية اللي هو محتوفين بفيروس الكورونا، وهذاك علاش حطوا الحذر باش يحطوا في الأوروز ويعملوا الإجراءات اللازمة. دونك نقول أنا أنفو دونك حتى حد ما مرك النقطة، ولكن أنفو بكل حذر، وهذه جست معناتها المصدر باقي ناخذوا حذرنا. السؤال الثالث دونك سواء سليم يعدل ويربح في الكومبيتيسيون الكل خاطر ربح الكويز الاول، سواء وديد عدل وانتم مازال تفرجوا فينا تنجموا تحطوا كومنتير. انفو ولا انتوكس، فما باحث فرنسي يحب يجرب الفاكسان ضد الكورونا في افريقيا. انفو برا نقولوا انتوكس وصحه السلام. دونك سليم عدل واحد في الكويز هذايا، دونك سليم يربح الكومبيتيسيون جينيرال. هي لانفورماسيون صحيحه معناتها صحيح، جات ثالثه باحث فرنسي قال باش نجربوا الفاكسان في افريقيا، ولكن هذه كيما ويل للمصلين معناتها. حقيقه عملت انا البحث نتاعي وشفت ليميسيون الكل وشفت لي ديكلاراسيون وكل شيء نتاع لابو. هو اون فيت البروتوكول تاع الباكسان هي مش عاملين في برشا بلدان، منهم استراليا ومنهم سويسرا ومنهم افريقيا، اما قالوا فيكو في افريقيا فما اقل لي جيست باريير ولي برافيت وكل، دونك لو ريزلتات يكون هو اكثر واحد ريزلتات مهم على خاطر يتستي معناتها لي ريزلتات يكونوا بيزي لي جيست باريير وبالكونفينمون وكل شيء. دونك هو صحيح قالها في فرنسا، مي قالها في كونتكست معين اللي هما راهم قاعدين في نفس التجربه في استراليا في سويسرا في افريقيا وفي امريكا اللاتينيه. دونك سليم مبروك الانتصار فوق السور، عندك الكوب نتاع فوق السور الحلقه الرابعه جريد اف ام، ربحتوا في المعالم التاريخيه وربحتوا في الكويز. ميرسي مهدي. اما تو تويت باش نتعداو لي ميكرو تروتوار. جديد فهم وكبسه فهم خدموا على دي ميكرو تروتوار. سلام، على شنو خدمتوا انتم في تويتر؟ والله احنا في الميكرو تروتوار حاولنا نخدموا على كيف حريه التعبير بصفه عامه وبصفه اخص حريه نشر المعلومه، خاطر لاحظنا بعض الادارات اللي هي ولو الشباب اليوم زال ما هوش مقتنع ولا ممل اللي فما حريه نفاذ المعلومه، فما هيئه كامله وفما دي بروسيدير نجم تستعملهم، لاحظنا اللي هما غايبه عليهم المعلومه، فما ناس اللي هي كحريه تعبير نفاذ المعلومه تقول بعد الثوره وما يسمى الثوره هذه الناس ولات عندها اكثر حريه في التعبير، لكن نفاذ المعلومه مازال ما هوش مقنن، وهذه لاحظوا احنا واحنا كاعمال. نشوفوا الفيديو بعد نعملوا نعلقوا عليهم. شوفوا الفيديو بتاع توزر وقفصة بين صوت عالي ونقاش حاد وناس في التركينة تعبر على رأيها في الفيسبوك وما تيسر من ليغوزو سوسيو، آراء من هنا ومن غادي، جريدة فام تختار انه تجمعها وتسأل عن حق التعبير. ياخي اليوم نجمو نقشو آراءنا في حرية، هل انه الناس تعقل بحقها في النفذ للمعلومة باش توصل الأرقام ووثائق دقيقة تهم الرأي العام وتساعدها انه تبني ثقتها عن رأي أو عن رأي آخر؟ بعد الثورة ولا الكل إنسان عنده الحق في التعبير ولا حق مكتسب، ولينا نشوفه في مواطنين عاديين نمارسوا في حقنا هذا ضد السلطة، يعني في تونس ولا حق لكن خرجنا من الحدود تاع الحرية تاع حق هذا. قبل الثورة حرية التعبير ما كانت مش موجودة، معناها ما نجمش نحكم ما نجمش نعبره، معناها ليميت أما صغيرة في دي ليميت معناها محدودة برشا. نسمع الحكاية بين يعني عندي الحق أي معلومة نحب عليها ندخل لها ونمشي ونشوفها ونعرف مصادرها ونعرف أسبابها حق نفذ إلى المعلومة، يعني الحق هذا ما زالوا ما يعرفوش المواطنين الكل اللي هو عندهم الحق النفذ المعلومة. كمواطن كنت نعرف اللي حق نفذ المعلومة كان يخص الصحافة بركة. نحب نقول اللي هو ما فيش مساواة بين الناس الكل خطر المواية تختلف. بالنسبة للحق نفذ المعلومة هذه نتفرج عليها في التلفزة نسمع بقى سمعنا معناتها ما بعمري ما قدمت مطلب ونتفرج عليها كيما عام الشعب التونسي نتفرج عليها مع التيتر في الأخبار بابليس. نعرف أن مثلا كي تبدأ عندك قضية في الإدارة ولا حاجة ولا إشكال في إداري في بلدية في كذا تطلب حق نفذ المعلومة، تعمل مطلب تهز البيرو بتاع الواحد
وتوصلك الرد. ما عنديش علي فكرة برشا حق النفذ في المعلومة، نسمع عليه شوية في الميديا، واللي نعرف عليه اللي قانون اللي الناس كل عندها الحق في المعلومات اللي تخرجها الدولة ولا الحكومة. القانون عدد 22 سنة 2016، قانون حق النفاذ للمعلومة، هو قانون يكفل الدستور فاصل 32، وحق لكل مواطن شخص معنوي ولا شخص طبيعي. هو حق موجود في معناه في الدستور، من حق أي مواطن أنه يتمتع به. في بالي يلزم تعمل مطلب إذا كان المعلومات موجودة، بار اكزامبل باش تطلع عليه في وزارة من الوزارات، إذا كنت دخلت للباج بتاعهم ولقيت المعلومات موجود، سينو تقدم مطلب. حق نفاذ المعلومة ما عندي عليه حتى فكرة. والله قبل فلاش كانت عندك دائما ما نسمعش عليه، ما نعرفش عليه حتى شيء. هو حق دستوري اللي جاء في دستور 2014، اللي هو خول لكل مواطن ولا جمعية أي هيئات القانونية أنهم يأخذوا معطيات ربما يستفسروا عليها من داخل الإدارات، إن كانت معطيات مالية أو إدارية أو قانونية وغير ذلك. لكن فما ربما بعض النقائص نشوفها من رأيي الشخصي، بعض النقائص أنه إذا كان إدارة ما تعطيكش المعطيات بعد ما معناها حطيت المطلب بتاعك، شنو نجم يصير؟ شنو نجم نخرج من الميكرو تواتر هذا في موضوع حرية التعبير وسرتو حق النفاذ إلى المعلومة؟ شوف هو كريم، احنا حبينا بالحق معنا احنا حبينا نعرف العباد في جبسة شنو عندهم معلومات على حق النفاذ للمعلومة. لقينا عباد بالحق معناها عارفة وفاهمة دكوا إلساجي، وفهم عباد أخرى معناها ما عندها علم حتى بشيء، جوست جاي كان نسمع فيه ترتيش كلام كيف ما كنتوا تتفرجوا توا. لو بلوز امبورطون اليوم انه راهو معناها الحاجه المهمه واللي احنا فهمناها بعد الميكرو تروتوار هذايا وتاكدنا منها كوا، انه الناس مش في بالهم حق النفاذ للمعلومه كان كي تصير لك مشكله مع اداره، وبيان كان كي تبدا انت صحفي والا انسان تحارب في الفساد اكا هو، معناها هذوما لي دو كونديسيون اللي انت تنجم تاخذ. أركو احنا نحبوا الناس الكل تقتنع تمام الاقتناع انه راهو حقك حتى يعني كمواطن مش صحفي والا ناشط مجتمع مدني، راهو حقك باش تمشي وتطلب المعلومه هذه وتولي حاجه عاديه اون ديري ماشي تقضي في قضيه النهار. شنو ينجم يصلح لنا وخاصه في قفصه حق النفاذ الى المعلومه في حياتنا العاديه وخاصه حياه الشباب، شنو ينجم يصلح لهم الحق هذا؟ باهي بالنسبه للشباب في قفصه ينجم يصلح لهم في برشا حاجات، جوست ينحوا شويه بخل بركه ويقدموا المعلومات اللي موجودين معناها اجوجو واللي هم عندهم حق باش ياخذوهم، ينجموا يسهلوا لهم برشا حاجات في حياتهم اليوميه. سواء احنا عندنا مشكله الماء يعني والناس الكل تسال مي لا من تجرأ ومش عمل حقنا، معناها عمل مطلب للصناد يا خويا هات تعطيني شنو انت عندك مع شكون تتعامل الصفقات هذه لشكون تعطي فيها، ليش معناها الازمه نتاع الماء مازالت متواصله كيف زاد في البلديه توا عندنا مشكله كبيره ديجا وصلت حتى للوزاره نتاع البيئه وتعملت عليها ملمن مشى مثلا الناس كل حاشاكم غير جا معناها في القمامه خليني نقولها غير جا البلاد غرقت وناس الكل تتوعي الميلة من مشى للبلدية وعمل حق نفاذ معناها وقدم مطلب نفاذ للمعلومة يا أخوي هات تعطيني أنت قديش عندك من عامل بلدية ينظف وشنو الميزانية وش معاش كنت تتعامل و فهذي الكل راهو ينس في معناها في التفاصيل متاع حياتنا ولي جون فاسيل ما ينجموا يعملوا. احنا ديجا على راديو كفصة أفهم حاطين لهم مام الفورميولير ها هي كيفاش معناها تعمرها وها هو منين تهزها وراو ها وشنو كيفاش يلزمك تعمرها وراو حقك كمواطن مش كان انا معنا كاعلامي ولا كصحفي، وبرشا ناس قاعده تتفاعل وان شاء الله بشويه يتعودوا. سلام في توزر، شنو ينجم يصلح للشباب معناها كونكريتمون حق النفاذ الى المعلومه؟ هو راو الحق النفاذ المعلومه يصلح لاي مواطن. اول حاجه انت كتسعى للتنميه في الجهه اذا ما يكونش عندك شفافيه ونفاذ المعلومه وتعرف مالك وما عليك، هذا مش بالضروره انك تعرف الناس، ما تنجمش تساهم في الماء على مستوى محلي البلدي كما كان تحكي وذا تقسيم الاراضي ولا والحوز العشوائي من الاشخاص، فما ناس قاعده تحوس في الاراضي وتكتبها باساميهم بدون علم. بالنسبه انا كمواطن وفي التنميه هذه بعد 30 سنه اسك موجود الماء ولا موجود؟ بالنسبه لي كمطالب للشغل
الإدارة الجهوية للتشغيل مطالبة مش بتوفير التشغيل، بإعطاء معلومات حول قدرة السوق هذه على التشغيل. بالنسبة للشباب أنا نتمنى أنهم يكونوا واعيين أكثر، لأنك ما طالب بالتشغيل مش طالب حقوقه، وأنت من غير ما تكون عندك الطاقة أو الوسيلة بالنفاذ للمعلومة مش نجم تطالب حقوقك، نجم تطالب حاجة غير مشروع، فما حاجة رياليزابل وحاجة ماهيش رياليزابل. أما كيعود عندك المعلومة وعندك المعلومات الكل أو بالأحرى الإحداثيات كلها في الجهة هذه، تنجم تطور ولا تخلق فكرة تاع مشروع ولا تكون مساهم، خاطر فما ناس من بالك أنت خدمت البلدية، سي البلدية أنا اللي انتخبتهم أنا ممثلين، هما اللي شفتهم خدمة كلها، أنت مشكور رقيب باش تكون رقيب كان بالوسيلة هذه. وإحنا على مستوى محلي وكإذاعة محلية عندنا دور كامل اللي هو حنا ريبريك فصل الإذاعة في الصباح، هو ما مش نبذ المعلومة، المعلومة اسمه المعلومة وين، المعلومة وين هذه، فما ناس يا تطلبنا تحب تتسائل على تساؤل فاحنا نساعدوها ونوصلوا لها صوتها طريق انفورمال اللي هي نكلموا المسؤول ولا نستدعوا المسؤول، وكان احنا هيك ما كان لقينا تراخي او حاجه بصفه رسميه نقدموا عن طريق المطبوع كما هو معمول به على مستوى تونس الكل معنا. يعطيكم الصحه. هدى كيفاش نجموا شنو نجموا نعملوا في المجتمع المدني في الاعلام والدوله، كيفاش نجموا نقويوا هذا في حق المواطن للنفاذ الى المعلومه؟ شوف كريمة خلينا نحكي بصراحة، هو قبل ما نقوي المجتمع المدني والمواطن خلينا ساعة نحضروا معناها الناس اللي هي عيب انه تمشي لإدارة ولا مؤسسة ما تلقاش فيها مكلف بالنفاذ، وإلا تدخل انت المفروض انها هي تهبط. معناها انا عنا نتبعوا احنا في الراديو لي باج متاع المعتمديات والبلديات والكل، معناها كل معناها مؤسسة او إدارة على مستوى الجهة نتبعوا في لي باج متاعهم الكل، معناها تلقاها من عام 2018 ولا 2017 ما هبطت حتى شيء، فهمتني؟ أوركو هما سعيزمهم يبادروا باش يهبطوا المعلومات، ومن بعد كيف ما قلت لك يوفروا زادا مكلف بالنفاذ في كل إدارة باش المواطن كي يمشي ما يبقاش معناها هاو كل واحد هكاك يعديه للآخر وما يلقى وين يحط المطلب متاعه. تينام بالنسبة للمجتمع المدني honnêtement أنا نشوف إنه معناها البورت أبورت معناها هم يتكونوا استقبل كل شيء كناشطين بالمجتمع المدني ويتمكن من تعمير معناها الفورمولير وكيفاش يتعامل والأجيال و و و و وبعديك هات نجيبوا الناس هات في الأسواق هات في معناها في البلايص اللي يكونوا موجودين فيهم لي جون دونك نوروا لهم يا خويا هاي أنت شنو مشكلتك عندك مشكلة ولا عندك شنو تحب تعرف هيك هاي فورمولير وعمرها يا خويا جربت عمرت ركت تستسهل. دونك انا جو فوا انه نقربوا اكثر للي جون ونحاولوا معناها نوصلوا لهم سيدي خوذ هاي فورمولير وحاول عمرها وحدك في الدار بالمعلومة اللي انت تحب عليها رول معناها البيداغوجية باش الناس تولي عندها ريفليكس راهو حقك عمر فورمولير صبوا وتاخذ معلومتك ومعلومتك تبدل حياتك برك حياة المنطقة متاعك كله. ميرسي يا جماعة تنجمش نسكروا البرنامج نسكروا بحكاية هذه زاد نحبها برشا ما تعرفوا يمكن تعرفوا لأن نحب ديما نمشي للجنوب نحب نمشي للنورويس ديما نحب الكامبينغ والمغامرات حتى المغامرات متاع الكرش الماكلة البنينة وكل شيء. دونك مثلا كان في الصيف هذايا نجيو 3 ايام ولا 4 ايام ولا 5 ايام التوزر سلام شنو البروغرام اللي نجمو نعملوه؟ والله اول حاجه مرحبا بكم في شيء وتوزر معناها نجي رؤيه جنه تجري من تحتها الانهار تتوزر جنه معناها احنا رانا مرحبا بكم الناس كل البروغرام صحيح فما بالنسبه اللي ماهمش معتادين وانا فما سخانه ما فما نشكر السيد كليماتيزير اللي هو نقص شوي من الحدة تاع الكليماتيزير فما الودلة فما البيسير فما زاد نمشوا للشخواق فما سهريات فما الواحد اللي تقريبا الحمد لله معناها اللي نعمة نعم علينا بها ربي اللي تلقى الديفيرونس ما بين السونتر فيل والواحد من تنقص ما بين 7 و8 درجات معناها في الليل معناها فما اللي فيزيت تاع الكواد اللي ديون صحيح في الشمس والسخانة اما الصحراء والسخانة زاد عندها شرم اخر وعندها جو اخر اللي كاتب فكاد والكواد معنا فما البروغرام زاد كيكيرير اللي هو الدين العربي أما معناها الحمد لله مازال فما ديرينيو فما ديكا في كيكيرير نجمو نخلقو دي ديبالي هما اللي نجمو نطورو بيهم ونكونوا أكثر فاعلين مع الشباب ومعهم
والبروغرام كرشيرين شنو عملنا فيه؟ البروغرام كرشيرين البروغرام كرشيرين في البرشا معناها احنا عندنا ان شاء الله يكون في مويت نحن نجمو نعمل بريونيون قلت لك مع الاصحاب وفما كرشيرين 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 عندنا الماكلة معناها ما تعرفش عندنا خاطر ماهيش واحد عندنا نجمو ناكلو السفة ناكلو البرقوكس ناكلو المطبقة لو انها حارة شوية من في الليل ما يصيرش قوي شوية من الانرجي تسخن من داخل تولي بارد من برا ومعناها ان شاء الله معناها نقولوا احنا سيري كوي جاسترونومي قوي برشا موجودة الماكلة مش مشكلة انا سورتو في توزر تعجبني المطبقة فما ديما هكا زوز نساء قدام الشقواق يعملوا مطبقة ياسر بنينة ومن بعد خطوتين تلقى متحف التمور الموزي دو لا دات اللي تلقاو فيه ابار الدقله تلقاو زيد معجون دقله ودقله بالشوكولاته وشيء وزيد الكسكسي بالوزف الكسكسي بالوزف زيد سبيسياليتي تاع توزر ابني ميرسي سلام وفي قفصه في 3 4 ايام 5 ايام شنو نعملوا هدي ثلاثة أربع أيام فسيام تنجم تعمل فيهم برشا حاجات برا يا سيدي شد عندك تنجم تمشي تعمل طلة في لالا القلعة في القطار قبل هذه كانوا يطلبوا بها نساء ربي هكا باش يجيبوا صغار والحاصل تعمل بو طيارة على الأخر في القطار بعديك تنجم تمشي لجروت بربي في السند ما نحكي لكش البرود عاد غادي شيء كبير نجم بعديك زادة عنا طريق السطح يجوف فيه الحصير تنجم تمثل فيه أفلام مش يعني تكساس غادي مش حاجة أخرى تنجم زادة تعمل طلة في البلاد العربية متاعنا اللي هي الحارة وحومة الوقت اللي ديجا شفتها من بكري في الفريستايل كان هو ربي عطانا وفما الماء وما فماش كورونا تنجم تعمل غطسة في الوقت ويا سعدك هناك عاد عملت غطسة في واد البي كان انت ما فماش ما خي والله غالب رجعت كورونا هانك تنجم تعمل تصور وتنجم تفرج على البرج الاثري وتنجم تمشي للرماديه وتنجم حاصيل وتمشي لبرشا بلايص بالحق وتنجم تعمل دوره زاده في الواحه وتكتشف فيها برشا حاجات الواحه نتاع قصه راهي حاجه ليكس لاكس شيء كبير ميرسي هدي هدي كان فما دي جون هكا يحبوا مغرومين بالاعلام يحبوا يعملوا راديو وكل شيء كيفاش ينجموا يساعي نجموا انتم يكونتاكتيكم يدخلوا للجمعية وتنجموا تفرميهم ولا فما فيلتر كبير برشا باي اقبال الصعب ربي حبيت نقول لك اللي راهو اذا كان جيتوا اذا كان جيتوا نهزوكم المقا تعملوا صحفة عند مقا اللي جاء القفصة وما كلاش عند مقا راه ما كلاش حد شيء شنو يا ودي تشوق فيه صحفة شنو صحفة هريسة صحفة لبلادي اي مقا كهو لا يلزم ما جيتي تاخذ التاشيره من عند مقا وبعد تتعدى الله يبارك وبالنسبه للي جون احنا بالعكس احنا رانا اوني اوفير على لي جون الكل معناها ما نحبوش نصعبوا خاطر ناقوا فما برشا دي جون عندهم لونفي باش يتكونوا عندهم لونفي باش يعني والله اكتشفنا برشا مواهب طياره على الاخر وموجودين وما شاء الله عليهم دونك صحيح ينجموا يدخلوا كونتاكت معاكم ويتبعوا سيركي من انفورماسيون وكل شيء. جسمه هو سهل برشا سواء يكونتاكتونا على الباج اوفيسيال راديو كابسا اف ام راديو.كابسا ينجموا يتصلوا بنا مباشره يبعثوا لنا لي سي في نتاعهم ولي ميساج راهو معناها لي سي في جوست باش نشوفوا معناها شنو قارين ومش حكايه ريكروتمون والحاجه هذيك لا باش نعرفوا بركه وين نكلاسوه الشخص. أو بيان يكونتاكتوني أنا ديريكت رئيس الجمعية على النيميرو نتاعي إذا كنت تحبوا زادا نحطه ما عنديش حتى مشكلة ديجا شوف احنا قفصة راهي صغيرة والناس كل تعرف بعضها واللي سو حتى في المعتمدية ديجا برشا يكونتاكتونا وعندنا مراسلين في المعتمديات كي هكا معناها تعاملوا معنا جربناهم مرة اثنين ثلاثة لقيناهم صافا خدمتهم باهية وولوا يتعاونوا معنا ويتعاملوا معنا والبقية قاعدين نكونوا فيهم بشوي بشوي نعملوا لهم في دي فورماسيون معنا في الراديو. يعطيكم الصحة سلام كيف كيف وانتم فما جور مغروم بالإعلام وكل شيء وحب يدخل معكم كيفاش نجم يعمل؟ هو كما كانت من 10 سنين زاد اللي ذاعي مفتوحة باب الناس الكل واحنا نعتبر روحنا بيبينيير او منبت نتاع الاعلاميين صحفيين محليين او بالاحرى صحفيين مواطنين اللي هو الحمد لله تو عندنا
تقريبا ثلثي ما نقولوش الأغلبية نتاع الصحفيين الجهة والمراسلين هم خارجين من الإذاعة من هنا من المنبت هذايا. الإدارة مفتوحة قدام الناس كل المقر تاعها معروف بالنسبة على مستوى محلي مع كمعتمدين تزر أو باقي المعتمديات اللي هم احنا على اتصال بهم. نشجع كل إنيسياتيف أو مبادرة نتاع إذاعة أو في حتى صفحة نتاع معلومات تكون خاصة بالجهة حسب الإمكانيات حسب الإنجاجمون. احنا ما نبخلوش بالمعلومة ما نبخلوش بالتكوين كيف احنا التراكمات او اللي تعلمناه احنا مده هذه كرة ونافذ وموجود للناس الكل وعلى ذمة الناس الكل كيف نقفوا معاهم على مستوى التكوين او حتى على مستوى معناها المعلومة لو كان حاجته الحاجة كيفاش ينجموا يعملوها كما كان تكتيك بالنسبة للإذاعة نشوفوا على الباش فيسبوك يكونتاكتيكم بالباش فيسبوك في جريدة ذي معروفة عندنا أكثر من 80,000 أبونين او عن طريق السيت اوفيسيال اللي هو jiridafem.com معناها contact@jiridafem.com او في شخصي المتواضع او كيف مانيش وحدي انا خاطر لا نؤمن بالراس الواحد احنا من العديد من الاشخاص اللي هم ينشطوا لهنا في الاذاعه هذا سواء انا موجود ولا مش موجود عندنا بقيه اعضاء الهيئه المديره او بقيه اعضاء الناشطين اللي هم احنا الحمد لله عندنا فوق 50 ناشط في الاذاعه من معلمين واساتذه وناس كل ميرسي سلام نقول ما بقى كان نقول لكم ميرسي ميرسي اللي تبعوا فينا تو هذا رابع ايبيزود ومازال الايبيزود الخامس هذا كيف باش نعملوا فيها برشا جاو مهدي ميرسي نسلموا زاد على غيث اللي هو السيد الزملاء في الحافله اللي هو غيث المخرج نتاع ليميسيون هدى ميرسي وان شاء الله نتقابلوا عن قريب في قفصه وانتم كان تعطيو تعملوا جو في الصيف هاكا عندكم بروجرام قوي في قفصه وبروجرام قوي في توزر باي باي